السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف حيلة كده في موضوع إن إحنا نعمل جروب في الريفت. خلينا مثلا نفتح الليفل 1 ونختار بعض العناصر ونعملهم جروب. يعني مثلا اختار مثلا دوت وده وده وده، أقول ده أنا عايز كل ده يتعمل في جروب ونسميه مثلا جروب 1. تمام، وممكن في أي وقت تقول له أنا عايز أعمل إيه الجروب. تمام، خلينا ندخل هنا ايديت تايب وهعمل دوبليكيت. كان دوبليكيت ايديت جروب مود، بيقول لي لازم تكون بره الايديت جروب. تمام، فخلينا هنا مثلا هعرض سنه واقول له فينيش. لو انا عندي كذا نسخه من الجروب هتلاقيهم كلهم اتغيروا في نفس الوقت. يعني خلينا ننسخ كده كوبي وكوبي تاني. في جزء اختفى، ده هتلاقيه عشان موضوع جروب فيو. دلوقتي ممكن اعمل سيلكت على دوت واقول له ايديت تايب واقول له اعمل لي دوبليكيت، سامي جروب 2. اوكي، طيب انا في جروب 2، اقول له ايديت جروب واقدر اغير الفاميلي اللي موجوده هنا. يعني ممكن اقول له مثلا ديت الكورس ده انا عايزه هنا يختلف شويه. تمام، وعايز الكورس دوت يختلف، يبقى مثلا ديت. تمام، وعايز مثلا يتنقل موف من هنا لهنا بالشكل ده. تمام، وبعد ما اخلص خالص هقول له فينيش. زي ما انت شايف ده بقى نوع وده بقى نوع. ممكن تيجي هنا وتختار جروب 2 فياخد تاخد نفس الشكل بنفس الحاجات، يبقى في فاميلي نفسها مختلفة. ممكن كذا نوع من الشجر، يبقى في كذا جروب، كل جروب فيهم انواع معينة من الفاميلي او انواع معينة من الشجر.